استاذ نور، اخيرا وسريعا، قريت كميه، بالتاكيد بتوصلك ده، في كميه نكت على البوسترات وملصقات الشيخ حازم، والمصانع عربيات دلوقتي بتعمل عربيات خلاص عليها ملصقات الشيخ حازم جاهزه على الازاز الوراني. الكلام ده كله طبعا هو بالتاكيد. اولا انا بحب النكت جدا. تمام، وصلتك الحاجات دي؟ لا والله يعني مش، بس اسمحي لي هقول لحضرتك، انت مش شايفه ان ده علامه تسر خاطر الانسان لما بالتأكيد. يحس ان الناس يعني وانا ضعيف فقير ليس لي اي شيء وما عنديش يعني حاجه تشيلني، لما احس ان في بيني وبين الناس عاطفه للدرجه دي، مش دي حاجه تخليني احس وبدون اي اسباب؟ مش دي حاجه جميله؟ واحد مصانع بيعمل عربيات ويغلفها داير داير علشاني ده، وانا ولا اعرفه والله ولا قابلته ولا اعرفه. لا انا بقول لحضرتك ان دي نكته او دعابه انتشرت يعني على خلفيه، على خلفيه انه في الحقيقه ملصقات كثيره ودعايه كثيره في الشوارع للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل او الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل. في ناس بتتساءل يعني مصادر تمويل حملتك منين يا استاذ حازم؟ هو انا اللي عاملها؟ ما هو يا ريت، ما بقول لحضرتك لو انا اللي عاملها اكون سعيد، بس كون ان انا اصحى الصبح الاقي الناس عامله كده لازم اشعر ان انا يعني بقول يا رب لك الحمد، فقري وضعفي ولا املك شيء، والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى مخلي افئده من الناس او قلوب تشعر ان في ثقه في حد. دي حاجه، هي دي انا في رايي جائزه الافتقار، ان الواحد ما عندوش حاجه يعتمد عليها الا الله سبحانه وتعالى، فالحمد ونعم لله يعني. طيب.